انا التاريخ كله عندي يا يوسف. عارف؟ لا لا ما تعرفش، انا كنت مدير الاستخبارات ومسؤول عن الاجهزه الامنيه الفتره دي كلها، وعارف كويس الناس كانت بتعمل ايه. عشان كده انا متاكد يا فندم. لا لا بس اسمع، انا بكلمك عشان لو سمحتم، انا كنت لسه بتكلم على دور الاعلام وبقول ان الاعلام بيعمل سياق اعلامي فكري. مش هنرجع تاني؟ ايه ده؟